أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا أوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم
صدق الله.